مهلات هني اواني منزليه تبون تمشي ورانا انا ادري خلنا نرجع لكم قري احسن ومحلات عشان ما نعطي ظهرنا اي عشان ما نعطي ظهرنا عيب عند الرجاجيل تعطي الرجاجيل ظهرك اجل نجي نقدم يلا ناخذ فقره حرفك يربحك اعطونا اياها هذا ويانا سلطان يعطيك العافيه المسوي جواك الله يلا يا عبد الرحمن خذ حرفك يربحك يلا منو معانا؟ منو معانا يا عبد شو اسمه؟ نعمان تهاني تهاني مساء الخير يا تهاني مساء النور شلونك تهاني طيبه؟ سلمك هاي اوكي حرفك حرف الحاء والسؤال الاول يقول لك شنو تتريقين كل يوم؟ يعني عيب حرف الحاء تقولي شوفي حرف الحاء يعني من انا جدتها تهاني ثاني صغيره مشاركه باسمها ها ها يمه هذه جدتها بتشارك مكانها. اوكي يبا حجيه ما راح نسوي ما دام انت جده عطها الجوائز. يلا تستاهلين الف مبروك ربحتي موبايل سامسونج جالكسي جي 7 مقدم من مركز فروغي للانتاج الفني بالاضافه الى كوبون ب 150 دينار عباره عن تبييض الاسنان مقدم من بسمه الاستشاري لطب الاسنان. شو تقول؟ طبعا احنا خبر عاجل على الهواء نزل في تلفزيون الكويت. احباط مخططات ارهابيه ونحييهم رجال الداخليه اسال الله يوفقهم ان شاء الله الله يحفظ لك ويس هذه رجال ابو خالد رجال الداخليه الحمد لله الشيخ محمد الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخليه وجميع رجال الداخليه نحييهم ونرفع لهم الرايه والكبوس يستاهلون هذه الاخبار الحلوه وعسى الله يحفظ الكويت. تو نتكلم عن امن الكويت. امن الكويت خط احمر. كان من يكون ما في خط احمر الكويت عسى الله يحفظها. سمعنا اغنيه وطنيه ما دام كذي خبر حلو. سمعنا يا حسين. ها؟ حلو. يتيم الوالد الغالي صباح الاحمد ترجها وحاميها. حفظ الكويت وأميرنا ولي عهدنا وشعبنا إن شاء الله وصلة الصباح رجال الكويت كلهم نكمل مسابقتنا عقب هالخبر الحلو أنا عقب هالخبر الحلو أي متصل عطوا جائزة عندك يلا بدون سؤال عطى الاسم عطى محمد الكندري قول ألو ألو محمد ألو عطى الجائزة مرحبا محمد الخبر. مبروك أنت فزت من غير سؤال فز عشان المناسبة السعيدة الله نكمل جائزتك يا محمد موبايل سامسونج مقدم من مركز فروغي للإنتاج الفني ألف مبروك وطقم نظارات مقدم من شركة نظارات العسلي الفروانية مجمع الصيفي بلس بقيمة 100 دينار ألف مبروك يا محمد وإن شاء الله يا رب دايم فايز طبعا احنا هالأخبار الجميلة اللي تسعدنا اللي هي تهم أمن البلد شو تقول أول شيء أنت ضيفنا عبد الرحمن اسمح لي عبد الله عبد الرحمن في ختام هالحلقة على هالخبر الجميل شو تقول ها أبوي حبيت أنكم توقفون أول شيء أشكر أبو محمد اللي هو طارق العلي لأن استضاف الصغير قبل استضاف الكبير لأن استضافني وبدون دعوة والله يا جماعة استضافني بدون دعوة خش بك يا العنزي امين واي واحد ظالم ابو محمد ما راح يتحاسب هيوم هذا راح يتحاسب يوم القيامه والله ان شاء الله ما في ظلم ما في ظلم الله ما ادري ادري
عبد الرحمن اسف قطعنا كلامك. انا اولا ابي اشكرك ابو محمد شكر وايد كبير، يعني استاذ طارق العلي شهادتي فيك مجروحه. اذكر قبل رمضان شفت الاعلان الخاص في برنامج طارق مول على الباصات، من فرحتي صورت الصوره ودزيتها حق ابو محمد. إيه؟ تخيلوا شنو كان رده علي، يعني فنان كبير بمثل حجم استاذ طارق العلي يرد علي هذا الرد ويقول لي اتمنى ان شاء الله يا رب انه يجي اليوم واشوف صورتك انت على الباصات. فهذا بحد ذاته شيء اشكرك جزيل الشكر عليه. الشغله الوحيده اللي ابي اقولها حق الكويت، نقول عاشت لنا الكويت الكويت وعاش اهلها، واللي يحب الكويت الكويت يضحي لاجلها. حبيبي شو تقول عبد الله بهالثواني جميله؟ شكرا. اول شيء الله يحفظ والدتك ويقومها بالسلامه، هذا اول شيء في العشر الاواخر. يا رب. سلام يا محمد، شكرا على الاستضافه، والله يحفظ الكويت ان شاء الله دائما ويبعد عنا كل عين حاقده وحاسده، وان شاء الله دائما بامن وامان، وقواهم الله رجال الداخليه ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله على خير. شوفكم عمل جاي ويانا عشان لا يقولون انت اكيد انا ببيتي. شكرا وزاره الاعلام على هالتغطيه الجميله اللي احنا في بث برنامجنا نسمع اخبار حلوه. يا رجل يا جماعه ترى ذبيحتكم جاهزه. يا رب يا رب. يلا نجي قلب دبي جاهز حياك.